وزارة عدل نحن جهة إيداع. زين. جهة الإيداع هذه عندما يأتي الشخص المحكوم بالإعدام يجب أن يكون لديه حكما قضائيا مكتسبا للدرجة القطعية غير قابل للتمييز، وأن يأتي مرسوم جمهوري بتوقيع السيد رئيس الجمهورية لتنفيذ الحكم. حقيقة كل المراسيم التي تأتينا إما فيها يعني الأحكام فيها تمييز للنزيل المحكوم بالإعدام أو لم يردنا مرسوم جمهوري لغرض تنفيذ الأحكام.